الصفه ديال الكسكسو بالحشوه ديال القرعه حمراء معسله. اذا شنو غادي نحتاجو في المقادير لاله فاطمه؟ اييه واخا قلت لك كندير كيلو لاروب ديال الكسكسو داك الرقيق، النوع الرقيق. اييه كيلو لاروب ديال السميده ديال الكسكسو رقيقه. رقيق. اييه لا ماشي السميده للعفاف، الكسكسو رقيق. الكسكسو رقيق. واخا كتاخدي غير ديال العبار؟ كتاخدي ديال العبار؟ لا كاينه ديال البكيه، هذاك كتاخدي ديال البكيه. ديال البكيه. اييه ولا بغى اللي بغى يدي العبار ياخذ ياخذ ديال العبار. اييه تا هو فيه الرقيق. اييه شي مشكل. المهم كنجيبوا للعفاف دهنته بالزيت، يعني بسبستو بالزيت. اييه وغطيته بالماء، يعني ماشي بزاف، المهم يلاه يتغطى الكسكسو. وخليته تشرب لي ديك الماء، يعني انا ما درتلوش الماء بزاف، تشرب لي ديك الماء كامل. أيه. من بعد للعفاف درته يطفو يفور، واخا خليته يفور واحد ربع ساعه. من بعد خويته في القصريه ديالي وزدته المقياس ديالي بالملحه، شويه بالملحه حيت هو يكون مالح حلو. واخا زدت عليه واحد كاس ديال الحليب. اييه كاس ديال الحليب، واللي بغى ما يديرش الحليب يدير الماء، يدير الماء ماشي مشكل. واخا صافي دخلوا ديك الكاس ديال الحليب بسبستو، خليته واحد خمسة دقائق يشرب، عاد رجعته يفور. إذن ها هي الفورة الثانية. هذه الفورة الثانية. أيه. خليه يفور عاوتاني مزيان، واسمح لي للعفاف زدت معاه واحد نص زليفة صغيرة ديال الزبيب، كان عندي مرطب ديجا في الماء ومغسول. واخا إذا الفورة الثانية ضفتي معاه حتى الزبيب. أيه. درت معاه الزبيب. واخا. وخليته يفور لي عاوتاني واحد ربع ساعة، من بعد عاود حطيته في القصرية ديالي وزدت عليه ما بين كاس ديال الحليب كنكف لارو، يعني على حسب شنو كيعجبو، واش رطب ولا المهم كل واحد شنو كيعجبو. زدتو انا ديك كاس لارو ديال الحليب وبسبستو مزيان وخليته يرتاح لي واحد خمسة دقائق عاوتاني واحدة أخرى، من الأحسن باش كيشرب هذا العفاف. صافي ورجعتو فارلي، ومن فارلي الفورة الثالثة صافي حط خليته جانبا. أييه إذا ثلاثة ديال الفورات. ثلاثة من الأحسن. أيه. واخا صافي خليته جانبا، دوست القرعة الحمراء قطعت أنايا، درت كيلو ديال القرعة الحمراء قشرتها وقطعتها مربعات صغار ودرتها فور ليد تفارت مزيان. أيه. من فارت لي درت مقلة، درت فيها معلقة زبدة بلدية. أيه. وحطيت فيها ديك القرعة الحمراء ومعستها مزيان، هي كتكون طيبة دغيا دغيا بالمعلقة تخشر دغيا كتلعب. صافي بقيت كندي ونجيب فيها للعفاف. من بعد حليتها اللي بغى يدير السنيده، اللي بغى يدير العسل، انا درت العسل. وحط ثلاثه د المعالق د العسل وبقيت كنعسل فيها حتى شربت لي، حيت هي كتطلق شويه الماء ديالها. من بعد شربت ديك الماء وزدت عليها معلقه صغيره عامره بالقرفه. اييه صافي وبقيت كندي ونجيب فيها حتى تعقدت لي، يعني ولات عاقده شاده في راسها. صافي طفيت عليها النار للعفاف، دوست لواحد الزليفه د اللوز سلقتها في الماء و قشرته وقليته قليته ولا دهنوه بالزيت وحمروه في الفران من الاحسن. صافي وهرمشته للعفاف وحطيته جانبا، دست المونتاج دست داك السكسو، زدت له واحد جوج معلقة العسل او السكر كلاصي على حسب الذوق. اييه بسبسته كامل صافي، ودست المول ديالي، حطيت المول في الطفصيل ودرت نص ديال السكسو في القاع ديال التفصيل. أيه. ودرت للعفاف فوق من ديك السكسو، درت ديك القرعه الحمراء استفتها. أيه. كامله، يعني ديك الحشوه. أيه. ديك الحشوه بالقرعه الحمراء استفتها كامله. ورشيت فوق منها ديك الزليفه ديال اللوز، عاوتاني هي كتبقى فوق القرعه كامله. وختمت بهذاك السكسو وكنضغطوا عليه شويه، كنضغطوا باش منين حيدو هذاك من حيدو المول. أيه. ما يبقى محافظ على الشكل ديالو. ايوا يحافظ على الشكل. انت اختاريتي، انت درتي في الاطار على شكل ورده لاله فاطمه، جاك على شكل ورده. ايوا صافي وضغطت عليه مزيان وزينته بالمشماش البيض القرفه اللوز، المهم على حسب الزين كيبقى على حسب الذوق. ايوا دورتي ربما عليه حتى شويه اللوز مهرمش، ياك هذاك اللي تحت درت له اللوز مهرمش والمشماش والورديه، بس المهم داك الشيء كيبقى على حسب الذوق. ايوا والصراحه للعفاف جا رائع، والوليدات كلا وديك القرعه ما ردوناش. الله يعطيك الصحه، واخا ان شاء الله مازال غادي نوضعوا الشكل النهائي باش تشوفوا الشكل بالنسبه للوصفه ديال لاله فاطمه من القصر الكبير.